لنا في الأمس أسماء تراءت نجوما تحرس الكنز الثمينا تمر بنا السطور إذا قرأنا تذكرنا الحروف إذا نسينا الكنز حكايته وبذل خطاه عظات في كتاب الله قرأت هدى يد بيضاء معجزة رأيت عصاه تفك السحر بأمر الله بأمر الله. من هو الكنز؟ موسى عليه السلام، عيسى عليه السلام، يوسف عليه السلام، نوح عليه السلام.